بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مشيدا سموه بالعلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لأكثر من 120 عاما. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة ممثلة إلى فخامة السيد جيمس ديفيد فانس نائب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.